السلام البنات، مرحبا بكم في القناة ديالي. معكم إيمان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم الفلوغ يمكن ديالي الثاني. غادي نديكم معايا لحديقة الحيوان. عندي بنتي تشوف الحيوانات، يمكن أول خطرة غادي تشوف حيوانات نيشان. ديما كتشوفهم غير في التصاور ولا بحال هكا حاشاك في الكلاب ولا المشاش، ولكن الحيوانات ديال بصح ما عمرها شفتهم فاش كانت صغيره، ولكن مازال ما كانتش كتفهم. ديتها يمكن كانت عندها عام. هاد الخطره غنديها دابا كتعرف شويه في الحيوانات، غنديها تشوف. المهم بقاو معايا ما تمشوش تافهين. البنات راه دايره لهم لي زابارتمون ديالهم، كل جوج ساكنين في واحد الدار. ما تيدوزش معاهم الثالث. المهم البنات، حنا دخلنا وريتكم غير شي شويه. دابا غادي نباقي حنا كنتمشاو. بنتي ما بغاتش ليا الكروسه، خليتها ما هبطتش ليها اصلا الكروسه، خليتها كتمشى غير برجليها وكتشوف. هي بغات تمشي غير الماء، ولكن الصراحه عجبها الحال، عجبها تشوف الحيوانات. صراحه ماشي غير هي، حتى انايا كيعجبني نشوف الحيوانات. كيعجبني نشوف الحيوانات. هنايا اللور ديالي تما فين تمشينا، كنا ندوك لي كونغورو. نعم. وهنايا بلاتي ندور لكم الكاميرا، ما نقدرش، ولكن هنوريكم. هنايا كاين الجمل، زعما بحال ما عندناش حنايا الجمل. المهم هاد الحديقه البنات راه صغيره ماشي كبيره، حيت واحد العام شحال هادي قبل ما نولد الصراحه مشيت انا وراجلي لواحد الزو كبيره، وهذيك الا بغيتي دوري تمشي حدا الفيل وحدا النمر وهكا كتقدري، ماشي حدا النمر يا ربي، حدا الحمار الوحشي والزرافه اللي عقل، كتقدري تدخلي حتى بالطوموبيل. صراحه زوين هذاك البارك، ولكن مازال ما بغيتش ندي ليه بنتي حتى يسخن شويه الحال مزيان. دابا شويه الله، اليوم عندنا ديك 14 بحال هكاك، بعدا حيدنا غير الجاكيطه اللي لبسنا التريكو، ماشي بحال عندنا اليوم 14 13 12، ولكن سخوت خرجنا فيها. اش باقي بغيت نقول لكم؟ هنايا كتمشي فيه حدا الحيوانات، وكاينين شي حيوانات اللي ما كتقدريش توصلي ليهم بحال هذا القريد، ما عادش غيبان لكم. ما كتوصليش ليهم. وكاينين حيوانات اللي كتقدري تمشي حداهم هكا. بصراحه حتى لدابا مازال انا ما نكذبش عليكم فيا الخنعه، خفت. الحيوان راه حيوان ما تعرف فيه شي، متى يقول لي راسو يجي تكب عليك. ما عليناش. مهم ما كثرت عليكم في الهضره، ولكن هذا الثاني خطره غادي ندير الفلوغ، بغيتكم تفرجوا معايا، تفرجوا في هذا القريد. Thank you.
ما ماكلك احنا البنات سالينا يمكن هنا جينا ليه مع جوجونس دابا هادي 4:30 لا 4:30 تقريبا دوزنا فيه واحد ساعتين جلسنا واحد شويه كلينا وكملنا عاوتاني كنتمشاو حيت درنا كلشي برجلينا و دابا غادي نمشيو غنمشيو لديك مدينه صغيره كورونا اللي كنا ساكنين فيها غادي نمشي نجيبو عكوزتي ونمشيو للدار. المهم هذا هو الفلوق ديالنا ديال اليوم. السلام عليكم, نتلاقى معكم مره اخرى. وبالنسبه للناس اللي اول خطره غادي يشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تضغطوا على الزر ديال الاشتراك, وما تنساوش اللي عجبو الفيديو يدير شير مع الاصدقاء, بارطاجي مع الاصدقاء ديالو مع العائله, وما تنساوش ديروا جيم. وشكرا لكم بزاف, حتى المره اخرى ان شاء الله. باي باي.